أستاذ محمود، يعني بعد تحية وفي البداية يعني هنبدأ بالقرار الذي أصدره رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ب يعني إجراءات إصلاحية وتعديل في قانون الانتخابات والعديد من القوانين. هل برأيك ستساهم في تهدئة الأوضاع في الشارع العراقي؟ بداية نحيي الشارع العراقي بكل مكوناته التي خرجت تطالب بحقها وتحافظ على وطنها في نفس الوقت، وكسرت حاجز الخوف وكل الحواجز التي كانت تحول دون مثل هذه الوقفة التي نتابعها. ثانيا، ما تعرضه الحكومة العراقية وآخرها اليوم وهو التعديل الوزاري الذي صرح به السيد عادل عبد المهدي، كل هذا لا أتصور أنه سوف يهدئ الشارع العراقي. عرضت حزمة تعتبر عظيمة جدا من الإجراءات إذا كانت قد عرضت قبل هذا الوقت، إنما فات الأوان لأن يقبل الشارع العراقي بأي حلول وقتية أو جزئية تخفف من حدة حراكي التي لا أتصور أن تنتهي إلا أن يصل إلى مبتغاه. وعلى رأس هذه المطالب هو تعديل قانون الانتخابات وتعديل الدستور العراقي. المسألة لم تعد مظاهرات مطلبية بحقوق عادية، وهي الحد الأدنى أو سلم الاحتياجات الطبيعي لكل شعوب العالم من المأكل والملبس والمسكن والبنية الأساسية العادية والوظيفة. هذه هي مطالب أي شعب، إنما تجاوزت تلك المطالب إلى أن تصل إلى صلب العملية السياسية العراقية من خلال تعديل دستور يراه العراقيون يعني لا يليق بهم، وتعديل قانون الانتخابات يأتي بطبقة سياسية لا يقبل عنها لا يقبل بها العراقيون ولن يقبلوا بها بعد الآن. إذا تحدثنا عن العراق بشكل خاص، يعني العراق من أكثر الدول التي يعني بها العديد من الثروات والشركات المصدرة للنفط أو للبترول، لماذا يعني العراق يعتبر من أوائل الدول أو في صدارة الدول الفقيرة والتي تعاني من سوء الخدمات من وجهة نظرك؟ وأين تذهب هذه الأموال؟ يعني ليست من وجهة نظري وليس سوء خدمات، يعني دعيني أوضح لك بعض الصورة وللسادة المشاهدين، لأنني عشت فترة كمدير لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في العراق، ويعني ذقت مرارة الألم مع الشعب العراقي وخلال سنوات الدم والبارود هناك. لكن تتخيلي أن هذا البلد الذي يعج بالثروات ويعوم على بحار من النفط ما زال لا يستمتع بالتيار الكهربائي الطبيعي الذي نستمتع به نحن. ما زالت هناك مافيا المولدات الكهربائية، لأن الكهرباء كانت في وقت من الأوقات تنقطع 23 ساعة في اليوم، ربما تكون قد تحسنت، ولكن لا توجد كهرباء طبيعية، كلها تعتمد على المولدات. وهي من أحد مطالب المتظاهرين. طبعا بالتأكيد هذا جزء، لكن تتخيل أن العراق الذي علم العالم مع مصر الزراعة، والذي به نهران عظيمان ولكن منابعهما ليست منه، ولكن هو دولة مستفيدة، دجلة والفرات، وعلاوة على مئات الأنهار الصغرى، لا يتمتع بمنتجات الزراعية وإنما يعتمد على استيراد أقل تلك المنتجات البسيطة جدا التي يعني تستخدم في الحياة اليومية. لكن تتخيلي أن ميزانية تسمى بالانفجارية تجاوزت 100 مليار دولار، ميزانية العراق تجاوزت 100 مليار دولار على عدد سكان لا يتجاوز 32 أو 33 مليون، ومع ذلك لا يشعر العراقيون بأي تحسن في لا توجد طرق، لا توجد شبكة اتصالات، أزمة معيشية كبيرة، لا توجد صحة، لا توجد خدمات، ناهيك عما يغلف هذا المشهد العراقي المؤلم من حالة الرعب التي ذاق العراقيون مرارتها على مدى سنوات بسبب فعل التصفية العرقية والطائفية والحرب التي وصلت إلى حرب تشبه الحرب الأهلية. كل هذا المشهد المأساوي الذي يعيشه العراقيون بالتأكيد طبعا هم ضحية ورهينة لصراعات دولية وإقليمية دفعوا أثمان باهظة جدا بسبب مشروعات لم يعلم أحد من أي جحيم أتت، ولكنهم بدأوا يتلمسون هذا الجحيم، خاصة في الجارة الشرقية إيران، والتي أصبحت يعني
كان من الرعب أن تطلقي اسم إيران أو أحد التابعين لها أو أعوانها في الداخل العراقي. الآن المظاهرات بشعارات وهتافات إيران برا برا، البصرة حرة، بغداد حرة، كل باب الحر، كل محافظات ومدن العراق حرة بعيدة عن السيطرة الإيرانية والمشروع الإيراني.